الحبيب عليه الصلاة والسلام يقول إن الله يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما لهما صفرا. يا أخي الحبيب اعتقد جازما أن الله يجيب. أهل الانكسار في الدعاء لذتهم في مناجاة ربهم. أين أنت من القريب؟ وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، فإن الله قال أدعوني أستجب لكم. إن الله لا يقبل دعاء من قلب الله، فليعتقد أنه إذا رفع اليدين انكشف الحجاب بينه وبين ربه. لذلك البعض لا يبكي، البعض مشغول بالذي حوله، والبعض يتمتم تمتمات هو نفسه لا يفهمها. انكسر يا أخي، أنيب. بعضهم ينظر في الثريا، ولذلك قد يعطيك وقد يؤخرها لك في وقت أنت أحوج ما تكون إليه. يا ربي ما فتح لها الباب للقلب الله، اجمع قلبك، انكسر، أظهر الإعجاب، العجز، أظهر العجز، أظهر الفقر. يا أخواننا فقراء، يعطيك أحبابي. كل الأسرار عند الله علانية، كل ما تخفيه صدرك عند الله مبدو مباد. الله جل وعلا لو خيرك يعطيك كنوز الدنيا ويسلب عينيك، والله ما تقبل. أطيب مطعمك تكون مجاب الدعوة. أيها الآباء، أيتها الأمهات، الملوث له أثر على صلاح الأبناء وعلى منع الدعاء. كل الدعاء مجاب، أمرنا أن نسأله ثم ضمن لنا الإجابة. ادعوني أستجب لكم، لأن الله سبحانه إذا دعي أجاب. أجيب، يجيب دعوة المضطر. أما يجيب دعوة المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ إذا ما أجاب الله دعاءك، أسألك بالله من الذي يجيب دعاءك؟ بعض الأحيان تدعو الله اليوم في هذا العام ويستجيبها بعد 3 أعوام. كلما ازداد اليقين في قلبك كنت أكثر طمأنينة، لأنه حقق الانكسار بين يدي ربه وأظهر الافتقار إلى الله. أن توقن بإجابة الدعاء يقينا وتلح، فإن الله يحب الإلحاح. الإلحاح معاشر الأحبة من مظاهر، من أعظم مظاهر العبودية، الإلحاح بالدعاء. الإلحاح إظهار للتعبد، الإلحاح إظهار للافتقار. فلا تمل، ردد كل دعاء، ردده 3. وقليل من يسأل الله باسمه الأعظم، والحبيب أخبر أن اسم الله الأعظم من سأل الله به أجابه. وهنيئا لمن سيقول له الملائكة آمين، دعاء الصائم مجاب. وهنا فائدة، دعاء الصائم مجاب ليس عند الفطر فقط. ادعو وأنت صائم في العصر والظهر وبعد الفجر وقبل الغروب وعند الفطر. أكثر من الدعاء عسى رحمة منه سبحانه تشملك. ولذلك انتهاء بعض الناس بالدعاء في دقائق، والبعض يجلس بالساعات وهو يناجي ربه أن الله سيجيب الدعاء. لا تحمل هم الإجابة، احمل هم الدعاء. أكثر من الدعاء، هذا هو الله، هذا هو المعبود سبحانه وتعالى. أكثر من الدعاء عسى رحمة منه سبحانه تشملك. من الأدب، يا رب يا رب يا رب يا حي يا قيوم، وأبشر يا من ألححت على الله، فإن الله لا يردك سبحانه وتعالى، لا يرد يديك صفرا، لأن الله لا يرد من سأله. دائما ارفع يديك بعد حمده والصلاة، اللهم من يسألك بأني أشهد أنك أنت الله. الدعاء يجب أن يكون من جوامع الدعاء. إذا قلت اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني، انطلق في الدعاء، لا ترد دعوتك. الله يبشرك أنك إذا دعوت استجاب، سمع واستجاب، أنه يجيب دعوة الداعي إذا دعا. اعلم أن دعاءك عبادة، حتى لو ما استجيب لك هو عبادة. ما يسر الله لك رفع يديك والدعاء إلا وقد فتح لك بابا من أبواب الإجابة. يا أخي الحبيب اعتقد جازما أن الله يجيب. انكسر يا أخي، أنيب. بعضهم ينظر في الثريا، ولذلك قد يعطيك وقد يؤخرها لك في وقت أنت أحوج ما تكون إليه. يا ربي ما فتح لها الباب للقلب الله، اجمع قلبك، انكسر، أظهر الإعجاب، العجز، أظهر العجز، أظهر الفقر. يا أخواننا فقراء، يعطيك أحبابي. كل الأسرار عند الله علانية،
كل ما تخفيه صدرك عند الله مبدو مباد. الله جل وعلا لو خيرك يعطيك كنوز الدنيا ويسلب عينيك والله ما تقبل. أطيب مطعمك تكون مجاب الدعوة. أيها الآباء أيتها الأمهات، الملوث له أثر على صلاح الأبناء وعلى منع الدعاء. كل الدعاء مجاب، أمرنا أن نسأله ثم ضمن لنا الإجابة. ادعوني أستجب لكم، لأن الله سبحانه إذا دعي أجاب. أجيب، يجيب دعوة المضطر. أما يجيب دعوة المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ إذا ما أجاب الله دعاءك، أسألك بالله من الذي يجيب دعاءك؟ بعض الأحيان تدعو الله اليوم في هذا العام ويستجيبها بعد 3 أعوام. كلما ازداد اليقين في قلبك كنت أكثر طمأنينة، لأنه حقق الانكسار بين يدي ربه وأظهر الافتقار إلى الله. أن توقن بإجابة الدعاء يقينا وتلح، فإن الله يحب الإلحاح. الإلحاح معاشر الأحبة من مظاهر، من أعظم مظاهر العبودية، الإلحاح بالدعاء. الإلحاح إظهار للتعبد، الإلحاح إظهار للافتقار. فلا تمل، ردد كل دعاء، ردده 3. وقليل من يسأل الله باسمه الأعظم، والحبيب أخبر أن اسم الله الأعظم من سأل الله به أجابه. وهنيئا لمن سيقول له الملائكة آمين، دعاء الصائم مجاب. وهنا فائدة، دعاء الصائم مجاب ليس عند الفطر فقط. ادعو وأنت صائم في العصر والظهر وبعد الفجر وقبل الغروب وعند الفطر. أكثر من الدعاء عسى رحمة منه سبحانه تشملك. ولذلك انتهاء بعض الناس بالدعاء في دقائق، والبعض يجلس بالساعات وهو يناجي ربه أن الله سيجيب الدعاء. لا تحمل هم الإجابة، احمل هم الدعاء. أكثر من الدعاء، هذا هو الله، هذا هو المعبود سبحانه وتعالى. أكثر من الدعاء عسى رحمة منه سبحانه تشملك. من الأدب يا رب يا رب يا رب يا حي يا قيوم، وأبشر يا من ألححت على الله، فإن الله لا يردك سبحانه وتعالى، لا يرد يديك صفرا، لأن الله لا يرد من سأله. دائما ارفع يديك بعد حمده والصلاة، اللهم من يسألك بأني أشهد أنك أنت الله. الدعاء يجب أن يكون من جوامع الدعاء. إذا قلت اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني، انطلق في الدعاء، لا ترد دعوتك. الله يبشرك أنك إذا دعوت استجاب، سمع واستجاب،